ماده دوبتها في ميه او دوبتها في اي سائل تاني بيديني حاجه اسمها محلول. معنى كده ان اي حته فيها ميه ما فيهاش ميه بس، فيها حاجات تانيه دايما، فبسميها بالنسبه لي محلول. طيب لو المحلول دوت يعني عايز اعرف التركيز بتاعه، اكيد في وحدات انا مهم جدا ان انا اعرفها عشان تبقى دي ثابته وستاندر اعرف اكلم. انت لما تطلب كوبايه شاي تسالك كم معلقه سكر في واحده او اتنين، يبقى انت بتجيب التركيز بتاعك يبقى معلقه سكر في كوبايه شاي، يبقى انت عرفت الحجم بتاعك قد ايه. طب لو قلت لك جردل سكر جردل شاي هتزود السكر موجود. فهي الفكره ان انا لازم يكون عندي في وحده ثابته متعامل بيها عشان اقول. يبقى احنا عايزين نعرف ايه هي الوحدات او وحده التركيز اللي انا بتعامل معاها. مهم جدا ان انا لو مسكت بحث او مسكت اي ورقه قريتها بيبقى في استنتاجات موجوده اللي مثلا ده جرام بير متر، ده مولاريتي، ده نورمالتي، ابقى انا فاهم يعني ايه كلمه وحده تركيز. كتير جدا انا بتلخبط فيها وما بعرفش احول منها من وحده لوحده. هقولها بسرعه كده بحيث ان انت عندك باك جراوند، عندك يعني ايه وحده تركيز، لما تقراها تبقى فاهم ده معناه. وحده التركيز اللي عندي ممكن تبقى جرام في اللتر، ممكن تبقى جرام ملي جرام في اللتر او مايكرو جرام في اللتر. في كلها ليها وحدات ثانيه ممكن اقول عليها جزء في المليون او جزء في الالف او جزء في البليون. يبقى الوحدات بتاعتي لما انا هعرفها هعرف كل حاجه معناها ايه. في وحدات ثانيه بتبقى سبيسيفيك اكتر كيميائيه، لما اقول نورمالتي او حياريه او مولاريتي او مولاريتي، دي برضو وحدات لازم اعرفها بتوصل ايه. يمكن تكون متخصصه شويه بس في الحاله ديت لازم انا ابقى اعرف احول من دي لدي. لان مثلا ساعات انا مثلا لو انا عامل مثلا مزرعه وعايز احط او التركيز بتاع الامونيا بتاعتي جرام باللتر، وعايز اعرف الستاندرد بتاعي يبقى قد ايه، لقيت الوحده بتاعتي بتتكلم على مولاريتي، يبقى انا لو اقدر احول من دي لدي يبقى انا هبقى حليت المشكله. ما عرفتش احول بينهم يبقى انا كده ما عرفتش حاجه، بقى عندي اثنين تركيز موجود قدامي مش عارف ايه واحده اشتغل. يعني كده بسرعه كده الوحدات اللي قلت هتعرض ليها اللي هي عمليه جرام باللتر. يعني ممكن نقول بي بي تي اللي هو جرام في 1000 مللي، يبقى بي بي تي او بارت بير جزء في ال 1000، بارت بير 1000 جزء في ال 1000. او ممكن تبقى مللي جرام في اللتر او مايكرو جرام بير مللي. لو تلاحظوا ان انا قسمت على 1000 هنا وقسمت على 1000 هنا، المللي جرام بقى مايكرو واللتر بقى مللي، فهي الوحدتين ممكن الاثنين يتقال عليهم بي بي ام اللي هي جزء في المليون، او مايكرو جرام بير لتر. دي في الحاله ديت انا قسمت على واحده بس اللي هي الملي جرام، حولتها الى مايكرو جرام وسبت اللتر زي ما هو، فده هيبقى بي 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 اللي هي بارت بير بليون. طبعا دي تركيز اصغر كتير. نيجي بقى للحاجات اللي هي سبيشال شويه في الكيمياء اللي هي المولاريتي اللي بيبقى رمزها ام، او النورمالتي او البرسنت. مولاريتي اللي هي بتبقى عباره عن عدد المولات بتاعت المركب اللي انا بدرسه دايم في لتر ميه. النورمالتي عدد الاكويفلنت ويت بتاعي دايم في لتر ميه. البرسنت ممكن تكون نسبه وتناسب ما بين الماده المذابه والماده المذيبه اللي هي السولفنت والسوليوت. يا اما تبقى ويت باي ويت او ويت باي فوليوم او فوليوم باي فوليوم. يعني مثلا لو قلت مثلا عايز احضر مثلا 20% الكحول، يبقى انا محتاج 20 مللي الكحول واكملهم 80 مللي ميه. يبقى ده يديني 20%. تمام؟ لو عندي الاثنين سوليد ما ينفعش اقول باللتر، يبقى عندي هنا الوحده بتاعتي كيلو جرام او جرام، يبقى نفس الكلام برضه اللي هي جرام في كيلو جرام تبقى بارت بير 1000، او حاجه اسمها مولاريتي مش مولاريتي بالار، مولاريتي بالال اللي هي بيقول عليها رمزها ام ام سمول. دي معناها ان انا بيبقى وزن الماده اللي موجوده او العدد المولات اللي موجوده بتاعت الماده دايما في كيلو جرام من السولفنت من الماده المذيبه. تمام؟ او باخد فوليوم باي فوليوم برسنت. طيب لو انا عندي كتير مننا بيتعرض للمشكله ديت، انا لو اشتريت اي مركب او اي ماده من شركه المويات بيجي عليا الازازه مش مكتوب عليها التركيز بتاعها. مثال مثلا الاتش سي ال تركيزه كام لما بلاش شهر بيه؟ او اللي هو الهيدروجين اسيد مش شرط شويه كده مثلا. طب الامونيا مش شرط بيها. المهم يعني انا لما بشتري ماده سولفنت ازاز مش هتكتب لي عليها التركيز بتاعها قد ايه، لازم انا احسبه. بس بيديني بيانات اساسيه ولا ايه؟ بيديني اسم الجرافيتي، بيديني البرسنت بتاعها الاساسي، بيديني المونيتور بتاعها. لو انا عايز
بضرب السبيسيفيك جرافيتي بتاعتي في البرسنت في 1000 وبقسم على المولكيولار ويت يديني التركيز بتاعها بالنورمالتي. لو انا وصلت للتركيز بتاعها بالنورمالتي اقدر احول اي صوره من الصور اللي احنا قلنا عليها. دي مقدمه سريعه كده وبسيطه عن الوحدات بتاعت التركيز، عشان انا لو بتعامل مع اي ورقه بحثيه او اي ورقه علميه مش هيقول لي كم على في كم من دي، لا بيتكلم على تركيزات وحدات اساسيه قياسيه. نيجي بعد كده نتكلم بقى على البيئه المائيه عموما في الكره الارضيه. طبعا كلنا عارفين ان المسطح المائي تقريبا بيساوي 3 ارباع مسطح يعني المسطح المائي كبير جدا. تمام؟ طيب المسطح المائي اللي عندي موجود ازاي؟ موجود حوالي 97% منه ميه مالحه، ميه بحر. وال 3% اللي موجودين عباره عن ميه عذبه. ال 3% اللي موجودين 77% منهم موجود على هيئه تلج في الاقدام في القطبين وفي الايسبرجز اللي موجوده في المحيطات. 3% منهم موجود بنسبه فريش ووتر ممكن استعمله. واحد الفريش ووتر اندر جراوند ووتر اللي هي ميه ما اقدرش استعملها لما اعمل مجهود يعني لازم احفر بيها عشان اجيبها. وال 1% اللي موجود ده فريش ووتر موجود على هيئه انهار او غرامات او ينابيع ممكن استعملها. يعني معنى كده ان الكميه المتاحه لي عشان استعملها كبني ادم استعملها في الحياه قليله جدا جدا بالنسبه للكميه المضيئه. مقبوله بصوره اوضح شويه. الدايره اللي فوق دي 97% دي غلط شويه، و2 من 10 ده عباره عن ميه محيطات. 2.8 من 10 دي فريش ووتر. لو خدنا ال 2.8 من 10 دولت قسمناهم هنلاقي منهم 2.5% عباره عن ثلج. و 6 من 10 منهم اندر جراوند ووتر مش متاح عليهم. والفرق اللي باقي هلاقيهم برضه يا اما في ميه في الاتموسفير في الجو عباره عن بخار ميه او ميه في غرامات او في انهار او في محيطات بتاع بحيرات. طب ايه الحكمه من كده؟ يعني من ناحيه دينيه شويه. ربنا سبحانه وتعالى حب يعني انت لما في صناعه عندك درست طرق الحفظ. من طرق الحفظ في درجتين يا اما ملح او جامد. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى خلى الميه مالحه عشان خاطر اقدر احتفظ بيها فتره طويله جدا لان دي هتبقى فيها بكتيريا قلب وما يحصلش فيها نوع من التلوث والتعفن. وفي نفس الوقت الجزء اللي موجود عندي متاح موجود على هيئه تلج متجمد برضه عشان اقلل الاكتيفيتي بتاعت البكتيريا كلها. يبقى انا الكميه اللي ممكن متاحه لي اقدر استعملها اقدر ادي لها اجابه بسرعه موجوده على هيئه تلج. والكميه الكبيره اللي هي موجوده كرسيرف بالنسبه لي موجوده على هيئه ميه مالحه عشان افضل احفظها مده طويله. وسايب الكميه الصغيره خالص دي انا ممكن استعملها على قد ما انا عايز. بس للاسف الانسان تدخل ولوث الكميه ممكن يستعملها الصغيره ديت بدا يدور على المخزون بتاعه وبتاعها يخش عمليه تحليل الميه والذوبان التالت والتوسع. نيجي بقى نبص لميه البحر نفسها. ميه البحر لو احنا ببساطه كده لو انا خدت كيلو ميه البحر مش ما كانش حجم بس هنتكلم في ايه؟ وزن. لو انا خدت كيلو ميه البحر هلاقي حوالي 966 جرام منه ميه وال 34 جرام الفاضيين عباره عن املاح دايما. احنا بنتكلم على موضوع ايه؟ سوليوشن محلول. انا عندي محلول ما عنديش ميه بس. طيب ال 34 جرام الموجودين دول فيهم ايه؟ هنقسمهم كده تحت الدايره اللي تحت ديت بلاقي فيهم نسبه كبيره قوي كلورايد حوالي 18 او 19 جرام كلورايد وحوالي 10 جرام ونص صوديوم والباقي اللي هي التركيزات الصغيره ديت دي بيقول عليها دي الحاجات الاساسيه اللي موجوده. شايفين كلمه اثر الصغيره دي؟ دي بقى اللي هي ايه فيها الحاجات دي كلها اللي احنا قلنا عليها دي كالسيوم صوديوم كربونات مغنيسيوم صلفيت صوديوم كلورايد الحاجات دي كلها موجوده بكميات كبيره درجه جرام في الكيلو جرام يعني حاجه ملموسه. الجزء الصغير الاثرز ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الجزء بتاع النيوترانس وبتاع الحاجات اللي هي التركيزات الطبيعيه. تمام؟ دي هنا الارقام اللي احنا حطيناها في صوره ثانيه عشان تبين الفريكشن بتاعهم قد ايه. وعلى فكره الحاجات دي كلها بنقول عليها ان هي ثابته ما بتتغيرش. يعني دايما لو انا عندي ميه بحر تركيزها او المروحه بتاعتها 35 لازم هلاقي ثابته ما تتغيرش. ليه؟ لان انا عندي تركيز بتاعها جرام يعني حاجه كبيره بالنسبه لي.
هيحصل فيها هيبقى تغيير طفيف مش هيبان، لكن لما يبقى عندك كيس صغير ويحصل فيه تغيير هيبان. يبقى التغيير الصغير في الكبير مش هيبان، لكن التغيير الصغير في الصغير ايه؟ هيبان. عشان كده بقول ان التركيزات دي تبقى ثابته دايما، بسميها بريزرفنج، يعني موجوده بصوره مستديمه، اي حته في البحر اجيبها احللها الاقي التركيزات دي عندهم. دي النسب المئويه بتاعت كل واحد فيهم. احنا شايفين الكلورايد اعلى حاجه 55% جاي على طول، الصوديوم اللي هو 30%، وده الملح الاساسي اللي موجود في مياه البحر اللي احنا بنطلع منه ملح الطعام. لو في حد عنده اي سؤال في السكه يوقفني ويسالني، مفيش مشكله. هنا بنقول اللي احنا قلناه، ان من الاملاح الدايبه ديت، بدل ما اقول املاح دايبه وكميه دايبه قد ايه وبتاع الكلام ده، لقينا مصطلح اسمه الملوحه او السالينتي، بعبر بيه بقول يا اما 3.5% التركيز بتاعها، وده مش محدش بيستعمله خالص. بنتكلم دلوقتي في حته ايه؟ في الالف، بي بي جي جرام بير 1000 او بارت بير 1000 اللي هو 35 ملوحه. فدلوقتي اتعرفت بقت الملوحه بتكلم عنها برقم جزء في الالف، ما بتكلمش جزء في المية خالص، بقول جزء في الالف. طيب وقلنا ان العناصر اللي احنا قلناها دي كلها عباره عن مستديمه ما بتتغيرش، لكن التركيزات الصغيره بتاعت الحاجات الماينورز اللي هي الاثرز خالص دي ممكن تتغير حسب الظروف اللي عندي. لو جينا بصينا للهرم الغذائي اللي موجود في البحر، هلاقي ان القاعده الاساسيه بتاعته الكبيره اللي هي الاملاح المغذيه النيوترانسورس، بيتغذى عليها الهائمات النباتيه اللي هي الفايتوبلانكتونز، بيتغذى على الهائمات النباتيه دي هائمات حيوانيه اللي هي الزوبلانكتونز. وبعدين تيجي بقى الحاجات اللي هي القشريات والاسماك الصغيره تتغذى على الزوبلانكتون اللي هي الاسماك اللي هي الفراي والحاجات اللي هي البطبيعيات دي، وبعد كده الاسماك الاكبر شويه، وبعد كده اخر حاجه قمه الهرم الانسان والطيور يبداوا يتغذوا على الاسماك الموجوده. طيب لو القاعده اللي عندي اللي هي الميكروسورس ديت مش موجوده او حصل فيها خلل، بقول الهرم ده اتهد. يبقى اساسا عندي هي الاملاح المغذيه اللي موجوده في الهرم الغذائي بتاعنا دي الاساس بتاعي، ودي مهم جدا ان انا احافظ عليها، ولازم يكون فيها نسب معينه، وعايز اعرف بعد كده امتى يبقى فيها او في تلوث او ما فيش تلوث، وايه هي الاملاح دي. دوره الميه في الطبيعه معروفه بتمر بثلاث خطوات اساسيه، عمليه تبخر، وبعدين عمليه تكثيف كوندنسيشن، وبعدين عمليه بريسبتيشن او المطر. دي الدوره الطبيعيه متلخصه في ثلاث خطوات بسيطه جدا، لكن جوه الخطوات دي ايه اللي ممكن يحصل او ممكن نشوف ايه؟ عشان يحصل عمليه ايفابوريشن او تبخير، بتقابل فوق ابخره جايه من البراكين، ده لو الحياه طبيعيه ما فيش عندها تلوث ما عندهاش حاجه ما عندهاش مصانع تطلع حاجه، الابخره ديت بيكون فيها املاح فوسفورس، املاح سلفر، املاح كلورايد، املاح كربون غازات كربون دايوكسيد، غازات بتاعت المركبات المختلفه، الغازات دي في الميه اللي طالعه، وبعدين تبدا تحصل لها بريسبتيشن تاني. يبقى الاملاح مصدرها بيجي منين؟ من الامطار اللي بتنزل محمله بالغازات ديت، او نتيجه الامطار لو ما نزلتش في البحر بتنزل على الجبال وتبدا تجري معاها وتدوب املاح تانيه موجوده وتبدا تنزل في البحر، او ان الكائنات اللي عايشه الموجوده في البحر بتبدا تموت وتتحلل وتنزل في القاع، وبعدين تتحلل تاني وترجع تاني في البحر. يبقى العمليه عباره عن سايكل معقد بس ماشي بنظام سبحان الله ربنا هو الخالق. لو حبينا نعرف ايه هي الموجب الميجر كومبوننت بتاعت الميه، هلاقيهم بنقسمها لثلاث حاجات، يا اما غازات دايبه في ميه، يا اما املاح دايبه في ميه، يا اما حاجات متعلقه مش دايبه اللي هي البارتيكليتد او المعلقه. طيب غازات دايبه زي ايه؟ نيتروجين، وده معروف ان هو في الجو موجود اربع اخماس في الهواء. طبيعي ان هو طالما في مسطح مائي كبير وفي هواء فوق منه، في نيتروجين مع الهواء والتقليب لازم جزء منه هيدوب في الميه. الاكسجين ده مهم جدا، وبيحمل نسمع عن حاجه اسمها البيولوجيكال بامب، سمعتوا عنها قبل كده؟ ايوه. اللي هي بتبقى ان بيحصل عمليه فوتوسينثيس والتفاعلات مع البكتيريا والفايتوبلانكتون، بيطلعوا ثاني اكسيد الكربون في وقت وبيطلعوا اكسجين في وقت، وتقريبا 50% من الاكسجين الجوي الموجود في الجو جاي من البحر نتيجة عملية الفوتوسينثيس اللي بيعملها الفايتوبلانكتون. تمام؟ أو الكربون دايوكسيد، ودي برضه مشكلة كبيرة إن هو بيعمل عملية توازن في عملية الكارنجي والبي اتش بتاع البحر. الأملاح الدايبة
اي ملح موجود في الدنيا بيتكون من شقين، شق قاعدي وشق حامضي. يبقى انا متوقع ان انا الاقي في البحر هلاقي فيه حاجات الاينز او شقوق حامضيه او حاجات قطعيه اللي هي شقوق قاعديه او مواد متعلقه زي المواد البتروليه او املاح ما بتدورش اصلا وليها دايبه موجوده متعلقه في المحيط. لو شفنا الاكسجين كمثال للحاجات الدايبه، الاكسجين يعتبر بالنسبه لي انديكيتور مهم جدا للحاله الصحيه بتاعتنا. هو عباره عن الاكسجين ده في الميه جميل جدا. طب لما بنقول في الميه انت عارف ان البيئه الصحيه دي بتاعتي كويسه ولا وحشه؟ بقول انها بتبقى كويسه لو التركيز بتاعها بيتراوح من 5 إلى 6 ملي جرام في اللتر، ممكن يوصل لغايه 18 اكتر من كده لا، بس ده لو في ظروف خاصه. ظروف خاصه لايه؟ يبقى عندي كميه نباتات كتير او الج كتير، عمليه فوتوسنتس عاليه جدا تبدا تعمل لي انتاج للاكسجين، فيزود الاكسجين قوي موجود ممكن يوصل لغايه 18 وممكن يوصل صفر، ممكن يحصل مش خالص كله. طيب يبقى الانديكيشن اللي عندي بتاعه ان انا لو الاكسجين ده قل عن 3 لو في ازرار سمكيه او في بحر او اي حاجه، يبقى لازم اتاكد ان في عندي مؤشر خطر ظاهر هنا، في عندي مظهر تلوث. التلوث ده جاي منين؟ نبدا ندرسه ونشوف، بس اول صوره عندي بتظهر الاكسجين جدا جدا. والاكسجين لو قل عن 3 يبقى كده في حاجه عندي غلط. تمام؟ طيب الاكسجين دوت هل الملوثات بس بتاثر فيه؟ لا، الاكسجين ده عباره عن سنسيتيف جدا للتغير في الميه، يعني ممكن تاثر بالحراره، ممكن تاثر بالرياح، ممكن تاثر باي تغير في الجو. حتى لو قست الاكسجين دوت على طول اليوم هلاقيه بيختلف من الصبح للظهر للعصر، يعني بيختلف حسب الوقت. ليه؟ لان هو مرتبط بعمليه البناء الضوئي اللي بيحصل من الفيتوبلانكتون. طبعا بتوصل ذروتها من الساعه 12 للساعه 3 اللي هي تكون فيها الشمس عاليه ودرجه الحراره المناسبه، تبدا تزيد عمليه الفوتوسنتيز تزود الاكسجين. الصبح بدري قال قوي، بالليل بعد المغرب هلاقيه بدا يقل لان حصل عمليه ريسبيريشن بعد كده. فده حساس جدا. طيب درجه الحراره عندي لو زادت توقعها هيقل ولا يزيد؟ يبقى في علاقه عكسيه دايما ما بين درجه الحراره وذوبان اي غاز عموما في الميه. يعني اي غاز دايب في الميه هيبقى فيه علاقه عكسيه ما بين زي ما نشوفها كده تزيد درجه الحراره ويقل. الاقي هنا علاقه عكسيه. تحت في تركيز الاكسجين، فوق الحراره. لما الحراره كانت 30 الاكسجين تقريبا كان صفر او 2. كل ما هزود اقل درجه الحراره كل ما ذوبان الاكسجين بتاعي يزيد. يبقى في علاقه عكسيه دايما معروفه ان ما بين درجه الحراره وبين ذوبان اي غاز موجود. ما بقولوش على الاكسجين بس، بتكلم على اي غاز موجود. تمام؟ ليه؟ لان ذوبان الغاز لو انا جبت اي حاجه وبدات سخنتها حتى الميه لو بتدي ليها اول ما بتبدا تسخن بتلاقي فيه بابلز تبدا في الجو من تحت كده على الجدار بتاع البناء اللي فيه، وبعد كده تبدا تطلع. طبعا ده اللي بيحصل ايه؟ ان الميه بتتحول لبخار ميه بقت غاز، تعمل فقاعه تحت وبعد تبدا تطلع على السطح وتبدا تطلع بابلز. يبقى زياده الحراره هتؤدي الى نقصان تركيز الاكسجين. طيب ايه اللي ممكن يقلل الاكسجين عندي؟ لو انا زودت عمليه الاورجانيك بوست الموجوده، طبعا عندي صرف فيه مواد عضويه. المواد العضويه دي عشان تتحلل لازم تاخد اكسجين. يعني ايه ماده عضويه تتحلل؟ تصرف البكتيريا. لا انا اقصد النهايه الكيميائيه اللي بيحصل ايه؟ هي بتموت وتتحلل. ما هي ماده عضويه، ماده عضويه متكونه من ايه؟ من كربون وهيدروجين. عشان انا احللها لازم اكسر الكربون ده. طب الكربون ده يطلع عليه ايه؟ كربون دايوكسيد. يبقى انا محتاج ايه عشان خاطر اطلعه؟ اكسجين. يبقى انا عشان اتحلل الماده ديت بصرف النظر عن مين بيعمل الكلام ده، سواء بكتيريا او حاجه ثانيه، ان انا عايز اكسجين هاخده عشان خاطر اطلع كربون دايوكسيد. طيب لو انا في وسط بيئي الاكسجين ده هيجي منين؟ مش هقدر اجيبه من الهواء، فهاخد الاكسجين الموجود عندي في الميه. يبقى التحلل بتاع المواد العضويه الموجود بيستهلك لي كميه كبيره جدا من الاكسجين. وبالتالي هيحصل لي نقص في الاكسجين الموجود. طيب النقص اللي موجود في الاكسجين دوت ممكن يؤدي لايه؟ طبعا بصرف النظر عن ان ممكن لو انا عندي كائنات موجوده حيه هتموت، لا ده ممكن يحصل حاجه ثانيه، ان هلاقي ان الكائنات اللي هي ممكن تعيش في الاكسجين قليل هي اللي موجوده والكائنات الثانيه ماتت. او في كائنات ممكن يحصل لها ادابتيشن، تبدا تاقلم نفسها انها تعيش في الوسط ده ويحصل تغير في الايكوسيستم بتاعي. يبقى الايكوسيستم بتاعي اتغير خالص، ما بقتش هي الحياه اللي انا عارفها في اليابسي ان في اكسجين موجود من 5 ل 6 والكائنات كلها عايشه،
لا في كائنات اختفت خالص وبدات كائنات تانية تظهر، او كائنات بس هي المحدده هي اللي عايشه. طيب هل لو انا عايز اقول مثلا ان في تلوث او مش تلوث، مجرد ان انا الاكسجين بتاعي قل اقول ما في تلوث هنا، ولا في انديكيتور تاني ممكن يقول لي الاكسجين دوت التلوث هنا موجود قد ايه؟ يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها بيولوجيكال اوكسجين ديماند او البي او دي او السي او دي اللي هو الكيميكال اوكسجين ديماند. لازم ادرس دول واحسبهم عشان اعرف كميه التلوث اللي عندي موجوده قد ايه. البيولوجيكال اوكسجين ديماند ده ببساطه عباره عن كميه الاكسجين اللي بيستهلكها الكائن الحي في الميه او في وسط المائي ده في خلال 5 ايام. مش هخش في تفاصيل ليه 5 ايام وليه، انا بتكلم على الفتره اللي ممكن يستهلك فيها الكميه ديت. في الوضع العادي بتاعي لو انا الجو عندي هيلثي ومفيش اي حاجه خالص، هلاقيها لازم تبقى من 1-3، ما تزيدش عن كده. كميه الاكسجين اللي هيستهلكها الكائن الحي خلال 5 ايام في درجه حراره طبيعيه من 20-25 دي بتبقى من 1-3. طيب لو الكميه دي زادت عن كده، معنى كده ان في اكتيفيتي ثانيه زادت اللي هو بيقول عليها التحلل بقى بتاع ايه؟ الاورجانيك ماتيريال اللي موجوده. والتحلل ده هينتج ازاي؟ من البكتيريا اللي موجوده اللي هي تبدا تتحلل الماده العضويه، هتنشط اكتر، فهي عشان تنشط اكتر هتستهلك اكسجين اكتر. يبقى في الحاله ديت هلاقي البي او دي بتاع دوت ممكن يعلى جدا، وممكن نوصل لارقام فلكيه ممكن نوصل 300-500. يبقى في الحاله ديت انا كده عرفت ان في عندي مشكله. ودي دايما بنشوفها في المصارف اللي هي فيها صرف صحي بالذات. يعني مثلا المشكله اللي احنا موجوده في مصرف القلعه اسكندريه عندنا، المصرف دوت تقريبا مصرف صرف صحي خالص، بياخد من محطه التنقية الشرقيه ومحطه القيادة الغربيه، بيطلع حوالي 1,100,000 متر مكعب في اليوم، بيترموا فيه بحيره مريوط عظمى. المشكله اللي حصلت ان بحيره مريوط بدانا لقينا انها خلاص بدات تموت، ففكروا ان هم يعملوا زي بتاع ريشه في الجنب كده، ريشه في الحوض الكبير، ويبدا يمشيها الصرف دوت لغايه ما يترمى في البحر عن طريق محطات المكسب. لما بدانا نرمي الكلام دوت في تقريبا المصرف بيرمي في البحر على طول مباشره. البي او دي بتاعه كان بيوصل ل 600. بدا التلوث في البحر يبان قوي، التركيزات دي بدات تبان قوي. طبعا الحوض البحر المتوسط خصوصا في منطقه الشرق اللي احنا فيها مصر ديت فيها سايكل عالي جدا، بدا الماده دي او الاكسجين دوت الهيالي دوت بدا يلف ويوصل عند الجهه الثانيه في ناحيه اوروبا. الاتحاد الاوروبي جه يجري يصرخ ويقول انتوا دلوقتي الجزء دوت بقى مشكله بالنسبه لنا، فلازم يكون في حل للموضوع دوت. طب الحل ده يعملوا ايه؟ رصد 7 مليون يورو عشان خاطر يحل مشكله مصر في القلعه عشان ما يرميش في البحر. ال 7 مليون يورو دولت قالوا ان هم 4 مليون منهم هيتوزعوا على المحطتين التانيتين الشرقيتين اللي هم الشرقيه والغربيه عشان خاطر يعملوا معالجه ثانويه لميه الصرف. عندنا محطات الصرف عموما في اي حته في العالم بتمر بثلاث مراحل. مرحله اوليه، مرحله ثانويه، مرحله ثلاثيه او ثانويه. المرحله الاوليه دي عندنا موجوده في مصر ما فيهاش مشاكل. ان احنا بنعمل عمليه ريديشن دي بجمع الصرف ده في طبقات كبيره ويبدا فيه زي البدلات بتبدا تحرك الكلام دوت، يحصل برزنتيشن لمريض الصرفه ويعمل تهويه حتى ياخد الميه ديت ينقلها للمرحله الثالثه. المرحله الاوليه مش مشكله عندنا بتتعمل، بس للاسف برضه بتتعمل بكباستي اقل من الموجود. يعني مثلا محطه الشرقيه اللي عندنا ديت الساعه بتاعتها 300,000 متر مكعب. اللي جاي مصر في القلعه بس 1,200,000 متر مكعب. يبقى انا بعمل تنقيه او بعمل مرحله اوليه للميه الصرف تقريبا الثلث اللي جاي من المصرف. والباقي طبعا بيعدي باي باس ويخش بيطلع زي ما هو. فدي مشكله. المرحله الثانيه ان انا المفروض بعمل بايو تريتمنت. بايو تريتمنت ان انا بجيب انواع بكتيريا معينه بربيها على مجال معينه وبعمل زي تاور. التاور دوت بمرر في الميه من تحت لفوق بريد معين، تبدا البكتيريا اللي موجوده تعمل تحلل للاورجانيك ماتر اللي موجوده، تبدا تكسرها وتجيب لها المواد ما فيهاش مثلا يعني ما فيهاش مشاكل. بعد كده هيفضل عندي الحاجات اللي هي ما اقدرش اتخلص منها بالتحلل اللي هي المواد اللي هي العناصر الثقيله. العناصر الثقيله دي اتخلص منها ازاي؟ بعديها بعد كده على 3 احواض، كل حوض فيه انواع معينه من النباتات
زي قش الرز ضرب عدس المية او ورد النيل يعني انواع غازات معينه دي عندها ميزه انها بتمتص اللي في ميتال ديت. بعد كده المية اللي خارجه ممكن ازرع بيها تاني مفيهاش مشكله يعني ممكن ازرع تاني في الزراعه مش مشكله بس طبعا المراحل دي كلها مكلفه وعايزه فلوس. فالاتحاد الاوروبي جه عاوز المبلغ ده عشان خاطر هو عايز بس يقلل البي او دي والسي او دي بتاع المايه اللي جايه من مصر دوت. فهو لو عمل مرحله ثانيه بس اللي هو مش مشكله بقى في المتابعه عنده هو عايز يعمل المرحله الثانيه دي وعايزين يعملوا بقى ببقيه الفلوس الثانيه ان هو يعمل المصرف طبعا مهما عمل هو مش هيقدر يكفي الكميه اللي جايه دي كلها فيعمل حاجه زي ويت لاند موجوده يبدا يمرر فيها ميه يحط بايو فيلم بحيث ان هو يقلل كميه الاورجانيك مثلا من حاجه. يعني مش ده موضوع احنا بنتكلم فيه بس بنتكلم على الانديكيتور بتاعي هنا هيبقى هو ايه؟ البي او دي. السي او دي بتاعي برضه ده عباره عن الاكسجين المستهلك في تحويل الاشكال الكيميائيه بتاعتي من صوره لصوره. يعني مثلا الصلفيت موجود في الميه بكميات كبيره موت البحر. الاكسجين قل ففي انواع بكتيريا تبدا تاخد الصلفيت ده تاخد منه الاكسجين ويفضل عندي السلفر والدنيا شويس. عشان كده ساعات اشم الريحه الوحشه بتاعت الشويس الموجوده نتيجه التحلل بتاعي الاكسجين الدوت. يعني البكتيريا اللي موجوده مش هتاخد بقى الاكسجين الموجود ده ايه؟ هي خلاص الاكسجين ده خلاص. طب تيجي تعمل ايه تاني بعد كده؟ تدور على المواد اللي فيها اكسجين زي الصلفيت والنيتريت والكلام ده. تبدا تاخد منها الاكسجين وتسيبها هي كماده لوحدها. يعني الصلفيت عباره عن SO4 لما اخد منها الاكسجين هيفضل ايه؟ الاس. مع وجود هيدروجين يديني غاز H2S اللي هو طلع ريحه وحشه موجوده دي. فده بيبقى انديكيتور برضو ان عندي بي تراوس. ده الحد العادي بتاعه فيه الميه العاديه ممكن يبقى 40 مللي جرام. بعد كده اقدر اقول في تراوس. ده برضو بيوصل لغايه 600 و700 في لو انا عندي صرف في صرف صناعي مش صرف زراعي بقى او صرف صحي. تمام؟ يبقى ده 100 جرام ده موجود في ميه البحر؟ ممكن في ميه البحر. يعني هو ميه البحر بتبقى 14 توصل 20 بكتير قوي. ده اللي هو الحاجه الهيلثي لما يكون الاكسجين عندي كويس مش لكن لو الاكسجين بتاعي قل اللي هو الزوج الاكسجين قل قوي يبدا بقى البي او دي يعلى والسي او دي يعلى. دي هنا بنتكلم على السورس بتاعت السولت احنا قلناها اللي هي بتيجي عن طريق الريفرز او الطريق بتاع عن طريق الابخره الموجوده في الجو. وعملية التحلل البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت التحلل بتاع المواد الدايبة المواد اللي هي بتموت ويحصل بتتعلق وبعد كده بتدوب تاني وترجع تاني للمية. لو جينا نتكلم بقى على النيوترنس. النيوترنس عموما بتتلخص في ان اي كائن حي عشان يعيش محتاج ان هو محتاج كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وسلفر وفوسفورس. دول الست عناصر الاساسية عشان خاطر الكائن اي كائن حي يعيش. بالنسبه للكربون والهيدروجين والاكسجين اعتقد دول ما هم مش مشكله. يعني دول الكربون ده مفيش اكتر منه. والهيدروجين نفس الكلام، الاكسجين موجود في الجو وعلى حسب بتكلم على دلوقتي ان في انزيم بيكون لي او في حاجات بتكون لي بروتين عشان خاطر الكائن ده يعيش. محتاج اعمل ده كله. النيتروجين والسلفر والفوسفورس او النيتروجين والفوسفورس ده هم دول فيهم مشكله ممكن يحصل فيهم افكت او يهدوا. دي كميات الكربون الموجوده في الجو او موجوده في الكره الارضيه عموما. الاتموسفير في حوالي 720 جيجا جرام. دي ل 10 اس 15. الموجود في ميه البحر يعني بس لو شفت بس عمليه السجمنتيشن بتاعت الكربون الكربونيت كاورجانيك مطر حوالي 20 مليون. يبقى الاكسجين في ميه البحر عمر ما الكربون في ميه البحر عمر ما يبقى فيه اي نوع من الديفكت عمر ما يبقى ليميتيشن. يعني مش هيبقى في نقص ابدا. طيب نتكلم بقى على النيوترونز الموجوده اللي هي خاصه بمين؟ باملاح النيتروجين والفوسفورس والسيليكون. انا بقول ان النيوترونز اللي موجوده في ميه البحر تتكون من ثلاث من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الحاجات اللي هي ماكرو موجوده كميات كبيره بس اقصد انها كبيره بايه؟ بالملي جرام باللتر. ملي جرام باللتر. اللي هي املاح فوسفورس واملاح نيتروجين واملاح سيليكون. او حاجات مايكرو زي الحديد يعني او المنجنيز. يعني احنا بالنسبه لنا كبني ادمين عندنا دم وهيموجلوبين وكده محتاج ان انا يكون معايا حديد. بس كميات محدوده جدا. بعتبره ده
نيوترون، لكن لو زاد قوي يعمل لي مشكله. نفس الكلام برضو في مياه البحر، عشان الكلوروفيل يتكون في الفايتوبلانكتون محتاج مانجانيز. المانجانيز دوت لو زاد قوي خلاص يعمل لي مشكله. المشكله اللي بيعملها ان هو بيخش مكان حاجه ثانيه وممكن يكسر حاجه، يعني مثلا ممكن الحديد او المانجانيز ده الحديد مثلا عندنا لو زاد بيزود عندي فوليك اسيد وبيعمل مشاكل في